Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid Thank you.
أستغفر الله العظيم 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 Lock in, 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 l
الله الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تقل عليه النبي وعليه الأمر وعليه يا مسيك الله تعالى من تعالى أكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما النبي وعليه الصلاة والسلام إلى الفاتحة ثم إلى أرواح آبائي وإخوان الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل العصام كل بين أرابينا على مؤمنا حرماتنا وسهل بينهما إلى يوم الدين سهلنا يدعم الفاتحة ثم إلى أول ساداتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر وعثمان وعلي وعم بقية الصحابة والطهرة والتابعين والتابعين قبلهم بإنسان إلى يوم الدين شهد الله لهم الفاتحة ثم إلى أرواح أئمة المريد المقلدين في الدين وإلى أرواح الراشدين والقراء المخلصين وأئمة المفسرين شهد الله لهم الفاتحة ثم الفاتحة لجميع الأذكار وجميع الأذكار وجميع المعرفة والمرسل وطاهر الله يا سيد الشهداء القادم يأتي كما صلى الله الفاتحة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات مشارك العظيم وغوري من يمينها إلى شمالها من قاطم إلى قاطم وعند آدم عليه السلام خصوصا لأرواح من رأيناهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بلغ ثواب ما أقرأ من القرآن العظيم وهلنا وكفرنا وما سمحنا وما استغفرنا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح من نويناهم برحمتك يا رب الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واصلح أحوالهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر الجيران اللهم إنا نسألك أقام النبيين وحفظ المرسلين وإلى هم الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وعطاك الغنى ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لك ولهم الفاتحة الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.